ان شاء الله. واذا والتنميه بدون طاقه يعني لن تحدث. وبالتالي احنا في مرحله وفي وقت عندنا نقص في الطاقه زي ما احنا شايفين كده. فهو يعني احنا برضه لما بنتكلم مع بعضينا لابد ان احنا نبقى واخدين في اعتبارنا احنا داخلين على ايه؟ وايه الحاجات العاجله المفروض ان احنا ناخدها علشان نقدر ان احنا نوفر بدائل الطاقه السريعه اللي ممكن تساهم في عجله التنميه المفروض انها لما بدأوا الناس اللي يجوا يستثمروا، بييجوا يستثمروا ازاي وانا ما عنديش طاقه او مش مديهم الفرصه اللي يعني يبتدوا الطاقه بتاعتهم او. فيبقى بالتالي يعني لازم عندي يعني مخطط واضح كده هو سواء مخطط سريع او عاجل او يعني يغطي فتره قصيره، ومخطط على المدى الطويل يخلي هناك حاله من الاستقرار والنمو المتزايد في مصادر الطاقه الموجوده او تكون متاحه لينا عشان تستمر عجله التنميه ويستمر عجله الرخاء داخل المجتمع المصري. فيعني الموضوع طبعا يعني هام جدا، واعتقد ان احنا هنسمع ان شاء الله بعد الاستراحه اللي هناخدها دلوقتي استراحه شاي بقى مش عارف اقول لكم نكمل ناخد استراحه.